يا نساء تركستان أنتم على الرأس، أنتم على الرأس. يا نساء الهند أنتم على الرأس، أنتم على الرأس، أنتم في القلب، نحن معكم. وقفتنا دي ومؤتمرنا ده عشان نقول احنا معاكم وبنأيدكم وبندعمكم ومش ناسين قضيتكم. وها نحن نساء مثلكن نتحدث بلسانكن، قد أديتن في المشرق، ونحن هنا إن شاء الله نعلي هذا اللواء. قولوا أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبل كل جهد وكل خطوة وكل كلمة وكل يعني أقول تويتة اتعملت في الميزان الحسن. اوعي تستقلي بالقليل أبدا، أنا ليا دور. ونسمع صوتنا لأن الكلام ده هيوصل لهم هناك. نعمة دعم والله، نعمة دعم. وجهد المقل يا رب هذا ما بيدنا. ونسعى ونسعى وناخد بالأسباب وناخد ويعيننا رب الأسباب. مع انتفاء الأسباب ومع استحالة الأسباب وعكس الأسباب ومع عدم وجود أسباب أصلا. هو رب الأسباب، هو الرب القادر القدير القادر المقتدر. الله قادر ولا مش قادر؟ نعلي صوتنا وعايزاهم يسمعوكم. لبيك يا أختاه، فداك نفسي وأهلي يا رسول الله. لبيك يا أختاه، لبيك يا أختاه. أدعو الله سبحانه وتعالى يصل أصل صوتكم للأفاق. يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. اللهم يا رب تقبلنا.